السؤال الثاني الله يحفظك ويرعاك. طيب. ما حكم قص الشعر الحاجب من نفس الشعرة وليس من ممة الشعرة نفسها؟ يعني الشعر لا يجوز التعرض للحاجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها أو تأخذ منها، فلا يجوز التعرض للحواجب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. نعم، أحسن الله إليك.